مانو هون. كمان مانو هون. ما في ابدا وحوش. شو معنات هالحكي؟ البطل القوي ييت فيه ينام من غير ما يخاف. بس الوحش مانو هون ماما، الوحش برا. نحن شو اتفقنا انا وانت؟ الوحوش اللي بهالقلعة ما بيقربوا على ابني، وهلأ بدي بوسة كبيرة من الفارس الأزرق. أوه. تصبح على خير يا عمري. تصبح على خير. نفس. تعالي نفس. شو عم بيصير هون؟ توقعت تكوني نسياني القصة. شو اللي نسيته؟ مثل اليوم كان أول لقاء بيناتنا. بس ما في لزوم بنوب إنه نحتفل فيه. ليكي، أنا بدي نفتح صفحة جديدة سوا. أنت ليش مصرة تعصبيني بكلامك البارد؟ هاي لسه ما طابت؟ أنا نعسانة وبدي نفتح. لا، الليلة هاي ما في نوم. أنا وياكي رح نحتفل. بصحة إنك صرتي لإلي. أنا ماني إلك. بلا أنت إلي. أنا ماني إلك وبعمري ما رح كون. أنت بنتي، مرتي لإلي، ومو بس هيك أنت أم ابني. أنا مليت من كرهك لإلي وبعدك عني. قرفت منك. حيوانة. انت بدك تعالي. ليش مصرة تضلي عم ترفضي كل شيء عم قدملك اياه؟ انت ناكرة للمعروف، انت ناكرة للمعروف. تعالي انقلعي. انقلعي من بيتي. أنا بربي ابني بدون أم. يا روحي، يا عمري، حبيبي، ما في شيء، لا تخاف، ما في شيء أبدا يا عمري. خلص خلص، لا تخاف. ماما وبابا كانوا عم بيمزحوا. ماشي. أنا آسف إذا خوفتك. نحن كتير آسفين، ما هيك نفس؟ نفس. حبيبي، ما
ماما عم توجعك؟ ما عم توجعني. اليوم أنا وياك غلبنا الوحش، ما عاد نخاف. إيه؟ نفس، حياتي للضيوف صاروا تحت. نفس، نفس، كم مرة قلت لك لا تقفلي الباب؟ يلا افتحي الباب، افتحي. مو معقول شو طلع حلوة. حبيبي جاهز؟ خلينا ننزل. أنا بحسدك لأنك عايش هون، احكي لي شو في كمان مناطق حلوة. جيت. حبيبي لوين رايح؟ لسه عم ناكل. تعال لهون ييت. ييت رح شوفه. خلص فرج حبيبي. حرام، مو بقصده ولا يهم. لا تواخذونا. عادي ابني، ما صار شي. روق، لا تخاف. تمام؟ شو هاد؟ ما دخلك، اترك ايدي. عفوا، تيابو ليت صاروا مي، رح اطلع غير له ياهن وارجع. اي ما في مشكلة، روحي غيري له ياهن. تعا معي. شنقول؟ شيلي الإزاز. عن إذنكم شوي، بيكون الصبي مرعوب. أوه. نفس، حبيبي يلا انت فوت غير ثيابك وانا جاي. اتفقنا؟ ما بدي. وعد حبيبي، بس شوي وراجعت لك. تقصتي إنك تورجي إيدك. أنا ما أرجيته إياها، شافة لحاله. ليش مو خافية الضربة؟ هلأ هي مشكلتك وكل اللي هامك من هالموضوع؟ المشكلة الوحيدة تخبيصك مع التافه اللي اسمه طاهر. عشو عم تلمح؟ مسك لك إيدك هيما. هي اللي مسكة مزبوط؟ أنا هلأ رح أنزل لعند الجماعة وأتحجج لهم بأي حجة، ورح أرجع لهون وبكسر لك كل أصابيعك. بوعدك بهالشي، فهمتيني ولا لأ؟ ها؟
قعدي هون لوحدك وفكري شوي. فكري قديش كان تخبيصك مع هذا التافه اللي تحت ظلم لإلي وعيب بحقي. ماشي يا عمري، تركني وروح. لا تأخذوني، تأخرت. الصبي خجلان كتير لأنه كسر الإبريق وما قدرنا نقنعه ولا بأي طريقة أنه يرجع ينزل. يعني ولد مو طالع بإيدنا شيء. ومرتي بتعتذر كتير، عم بتحاول تهدي وتنيمه. شو بدك تعمل؟ هيك الولاد. معك حق، خلينا نوقع معناتها. يا رب إيش نعطيني الألم لو سمحتي. وهيك صار فينا نقول ألف مبروك. آه إيدي. ييت ييت ماما. ما تخاف، اسمعني. نحن هنود هربانين من القلعة اللي حبسنا فيها الشرير، ماشي حبيبي؟ وهلأ لازم نهرب من هون من غير صوت، ماشي؟ طيب بلكي مسكنا، كل مرة منحاول نهرب بيجي بيمسكنا. اسمعني، ليك اليوم ما رح يكون مثل قبل أبداً. في عنا ضيوف قاعدين تحت والحراس كلهم طلعوا، ما في غير نجيب نقدر نهرب بلا ما يحس علينا، إيه؟ يلا يلا ركود ركود.
البيز جاكيتك بسرعة بسرعة. يلا يلا استعجل استعجل. نفس نفس. يلا افتحي الباب. نفس، ما في ولا باب بيتسكر بوشي هون. افتحي نفس. ليكي حبيبتي انا اسف كتير. ماشي سامحيني وافتحي الباب يلا بسرعه. نفس انا بوعدك اني رح اجيب لك دكتور كرمال اصابعك، فسامحيني وافتحي الباب يلا. ييت ييت، وينك ابني؟ يلا حبيبي قول للماما تفتح لي الباب أوام. يلا تعال لحتى نلعب سوا ابني. نفس نفس، يلا افتحي الباب. فيدات شو عم تعمل؟ ايش ما تتدخلي، فوتي على اوضتك ونامي. نفس اهدى شوي، شو صار لك؟ هدي حالك ها، فكر بالولد، لا تخلي ابنك يصير يكرهك. ابني كرهني ومن زمان. احكي لي شو في؟ اليوم المساء ورجته ايد الهداك الواطي فكسرت الاصابع. هلا اهدى شوي وروق احسن ما يصير الوضع أسوأ. ماشي يلا قوم خلينا نشرب كاس انا وياك، ونفس بترتاح من هلا للصبح. ايه يلا يلا. ايشن هي بس لو تفهم قديش انا بحبها، لو تعرف قديش عم بتعذب من الشيء اللي عم بعمله. انت بتعرفي شو بقصد ايشن؟ بعرف بعرف بتحبها. استنى ليطلع الضو، انا رح حاكيها لنفس. بوعدك. ايه ما حدا رح يأذيك. يلا يلا امشوا من هون استعجلي. آسفة لأني فكرتك مو بصفنا وأنك خبرت بيدات، بس هو بالأول كان لطيف مثلك. لك عن جد صعب الواحد يفهم عقل النسوان. أنا ما قلت لك ما تقارني بيني وبين عديم الشرف. لا تواخذني آسفة. خلص بعدين بتعتذري، امشي اركدي. نفس نفس، هاتي ايدك يلا ما ضل شي، شدي حالك شوي من هون اركدي. نفس ييت، انتو مناح؟ ولك انت شلون بتتجرأ؟
نزل المسدس من إيدك. أنت خطفت مرتي وابني مني، ما رح أنزل المسدس لحتى أطلع بروحك. رجع لي مرتي وابني. ليش؟ لحتى ترجع تضربها مثل قبل؟ ما حذرت لك. أنت شو دخلك بمرتي؟ شو دخلك إذا حبيتها ولا ضربتها؟ دخلني؟ أنت مفكرني واحد بلا شرف وبلا أخلاق مثل جنابك لحتى أعرف أنك عم تضرب مرتك وضلني ساكت؟ بتكون غلطان إذا مفكرني هيك. ماشي خلاص، أنا ما عاد أضربها. خلاص نفس، تعالي. يلا تعالي. حكي حلو وأنا صدقته. كأنك مانك شايف كل هالجيش اللي واقف قدامك يا طاهر. أنت ما عندك مهرب يا بطل. استنى، صاروا اثنين. من يوم يومك ما بتعرف تعد يا مراد، صاروا ثلاثة. خلونا نقول أربعة. يلا فيدات، خذ مرتك وابنك وروح من هون. القصة مو بهالبساطة. تعال خدهن إذا رجال. سمعت اللي قالوا أخوك يا طاهر؟ أصحك تتهور. الكل بيعرف جناني. لا تكون غبي، هدول رح يدفنوكم. شو يعني؟ بدك سلم مرة مسكينة هي وابنها لواحد مثل هاد عظيم شرف؟ بس كرمال ما يقتلني. لشو عيشت إذا بدي يكون واطي مثله؟ طاهر، أخوك حكيه مزبوط، رح يقتلوك. لا تحاولي، مستحيل خليك تروحي معه. تثقي فيني ولا لا؟ أي بوثق. لكان قوي قلبك واعطيني الولد. خدي نفس وبعدين نطي. استنى هون يا بطل، أنا رح روح جيب أمك وأجي فوراً. أوعك تتحرك من مكانك. ماشي؟ ماشي. ما بطول.
نفس. أرجيك يا طاهر، إذا ما متت رح موتك بإيدي. نفس، ردي، ردي علي نفس لو سمحتي، بترجاك تردي علي نفس. الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد والشكر لك يا الله. يا سلام، امي طلعت لساتها عايشة. ايه عايشة يا بطل عايشة. انبسط يا بطل، امك عايشة. يا سلام، امي عايشة. ييت ييت، هونيك، الحقوني. وقفوا وقفوا هون، وقفوا وقفوا، الحقون. Yeah!
يلا انت وياه. وين راح احكي؟ انا راح لاقيه لطاهر وعلى ايدي راح يموت. انت ما فيك تلمس شعره من راس اخي قبل ما تقتلني الي بالاول. ليش لا بقتلك؟ مو صعب بنوب، بس لاقي اخوك راح اقتلك انت وياه. جرب المس شعره من راسه وقت راح اقتلك بايدي واعملك اكل لسمك البحر، عم تفهم؟ انت تماما مثل السمك تبعكم صغير وتافه. ما يغرك انه السمك تبعنا حجمه صغير، بس فعله كبير يا فيدات، وبيعرف الناس اللي بتكرهه منيح. ولعلمك مناكل سمك قرش على الفطور وكتير منعشق لحمه. لا بعد. دوروا عليهم، بعد هيك. يلا لي يا شيخي، انت بتعرف تسجد منيح ما هيك؟ غير لالله اللي خلقني انا مستحيل اني اسجد. لكان هلا شو عم تعمل؟ السجود مانو بالجسد، السجود بالقلب. يا ويلي، الله رح يموتنا. انت تعال تعال تعال. دعس. دعس. شفت شلون ما صار لك شيء؟ الشيخ هو كمان عبارة عن إنسان، يعني مثلنا. إنسان بده يخون طاهر ويخبرنا عن مكانه هلأ. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بالصف العاشر بابا نسي موبايله ورحت أعطيه. بابا؟ أهلين، جبتين؟ نسيته بالبيت مثل العادة. يلا روحي على المدرسة يا بنتي. ماشي. استني. ليلي مين انت؟ بنتي الصغيرة يا فيدات بيك. انا صار لازم روح على المدرسة. كرمال المصاري أبي بيعمل أي شيء، مستعد إنه يبيع بنته بأي ثمن. ما تتركني عنده ببوس إيدك، بعمل اللي بدك إياه دخيلك بابا. ما تتركني هون بابا. وتي بابا، بابا بابا ما تتركني بابا. أول قتلة ليلتها لما رفضت إني كون إله، بس ضل يضربني وقتها لحتى فقدت وعي. أول ليلة كانت كتير بشعة، فقدت وعي من الوجع وحسيت إني بعالم تاني.
كنت راكدة على رمل البحر وحافية. وطايرة على المرجوحة بالهواء. بس هالشي كان حلم. الحقيقة كانت بشعة. أبشع من ما بتتصور. خلص طولي بالك. حتى بالحلم شفته. يكفي نفس. حتى بالحلم كان هو وراي وعم بيعذبني. لما أرفض أقرب عليه كان يفقد عقله ويجن. خلص نفس روي طولي بالك. يكفي نفس. عملك روي خلص. نفس اهدي. نفس. نفس. ما في حدا بالبيت فيدات بيك. هم بتمسخروا علي هدول التافهين؟ لك اللي كم مرة بدي اتحملك؟ شيش في كل هالسلم؟ مالكن قدرانين تلاقوا واحد مثل الفارع نجيب؟ لك مو على أساس الشيخ عثمان قال لمصطفى؟ ها؟ مو على أساس مصطفى شايل عند أخوه؟ عن جد غبي؟ مصطفى بيك؟ لا تؤخذني على الشيء اللي سويناه فيك، بس إذا بسألك هذا التافه أخوك وينه وقت بكون عم بحكي بكتير أدب، لأني أكيد رح أدفنه باللحظة يلي بدي لاقيه فيها. يا حقير. اللي وينه أخوك التافه؟ يا واطي يا حقير لك أنا. فكر حالك يا واطي. انا فرجيك. اتركوني. شو سأقول اخي؟ شو اللي صار؟ اتركني انت وياه. اتركوا اخواتي. يا واطي شرش لك عن اخي. بعد هيك نجيب شايف اخواته قديشهم قبضايات؟ هاي المحبة والاخوة يلي بيناتهم ما في احلى منها. بس لحظة لشوف اذا دمعوا عيوني. تعرفوا يا اولاد تأثرت كتير بتصرفاتكن، بس كأنه أخوكن طاهر مهمين وإخواته أبداً. مو أبضاي مثلكن ولهيك خايف مني ومتخبي، مو هيك؟ أخي طاهر ما بيخاف غير من الله اللي خلقه، فهمان ولا؟ شو مفكره مثلك جبان ومشي معه كلاب؟ طيب وينه أخوكن لكان حبيباتي؟ شكله هالفار أخوكن من خوفه مني متخبي بشي وكر، بس تحت الأرض ولا فوق هذا الشي اللي لسه ما بعرفه. أنت فكر بمرتك قبل ما تعمل زلمة عليه. مو ليكون زلمة؟ هاي مرته وابنه هربوا من جنانه لهالغبي، وفوق راحوا لجوا لعند اخي. شو صاير نسيت؟ تركني. شو يا مصطفى بيك؟ الظاهر انك مانك مربيهم منيح لاخواتك. انا بعرف كيف ربيك منيح ولك. بعدوا عن اخواتي. بعد انت وياه. بعدوا عنكم. بعد هيك انت وياه. اتركوا اخواتي يا كلاب. اتركوا اخواتي. شكرا لك. لك بدي ايدك على اخواتي يا تافه. ولك اذا كنت رجال تعواجهني لي. لك نزل ايدك. شكرا لك. بيتك صاير في عندك زيارة. نفس. فيني احكي معه عن انفراد؟ طبعا. جيتي لعندي. جيتي لعندي لتطلعيني مو هيك؟ لا مو مشان هيك اجيت. لخلص طاهر منك.
نزلي المسدس، أنا بوعدك أني ما رح أقرب عليه أبدا. من قبل وعدتني أنك ما تأذي أخي. حبيبي يا روحي، نوم الهنا، نام وارتاح ماما. من هلأ رح ننام مرتاحين، خالو رح يساعدنا، هو البطل تبعنا ما هيك؟ حبيب قلبي، كيف لقيتينا؟ طلعي لبرا، والله بصرخ. اسكتي هلا واسمعي اللي عندي. اخوكي بايد فيدات. اخي؟ طيب عمل له شيء لاخي؟ لا لسه، بس بعدين الموضوع بصير بيرجع الك، احكي معه. سالم؟ نفس؟ انت منيح؟ ليكي لا تشغلي بالك، اطلبي المساعدة، اتصلي بالشرطة، نفس، خبري الشرطة. لا شو هالنصيحة البشعة؟ مرتي فيدات لا تأذي أخي بترجاك. هذا الشيء عندك نفس، انت طلعي من الأوتيل ورجعي لعندي وبضمن لك إنه أخوك ما رح يصير له أي شيء. ما بصدقك. صدقي. صدقيني يا عمري، آخر شيء بتمناه بالدنيا إني شوفك زعلاني. وقت ترجعي بترك أخوك. طيب بتوعدني؟ إيه بوعدك، بوعدك إنه رح يعيش. هلا المهم عندي انه انت وابني ترجعوا وسالم بيكون بخير. ماشي. بوعدك. وقتها هيك انت قلت لي. انزل. تحرك سالم. ليش اجيتي؟ قولي لي ليش؟ منيح هيك، ليكني اجيت لعندك. اتركه لاخي. تعالي. روق يا عمري. امشي اخي، فيدات وعدتني ما تعمل له شيء. مستحيل اني سامحك يا سالم. اخي يا ربي لا تنسي، خلص اخي. خلص اخي. رؤي مع الوقت بتنسي، انا معك وما رح اتركك، رح اضل جنبك. بعرف رح تقتل طاهر. نفس حبيبتي اسمعي، إذا طاهر هالمرة تركك اليوم هددته لطاهر بصور أخي اللي قتلته بإيديك أنت، وإيشن بكل وقاحة إجت وصارت تكذب قدامهم عن أخي اللي أنت قتلته بإيديك، وقالت لهم إنه حبيبي. أنت بتعرفني منيح وبتعرف إنه رح خاف إنك ترجع تلاحق طاهر مثل أخي وتقتله. نفس نزلي المسدس. وأنا بعرفك شو رح تساوي طاهر، لو تخلى عن حمايتنا أنت مستحيل تنساه. بعد ما نروح من هون رح ترجع مرة تانية وتدور عليه،
ما رح تترك طاهر. في طريقة واحدة لحتى هو يعيش، إنه تموت أنت. نفس. مرحبا حبيبتي. شو ما اشتقتي لي؟ بتعرفي مرتي، مشان اوصل لك انا قطعت كل هالطريق. اصحك ترجعي تهربي مره تانية. مو حلوه منك ابدا، ما بصير تساوي هيك. بلاند، جيبوا ليت. ما تلمسوا ابني ابدا. وعم تتامري فوقه؟ اصحك اصحك يا نفس. لك اتركني امي امي. اي روحي جيت يا عمري. جيت ابوك كتير مشتاق لك. نيجو، بفضلك انت مرتي وابني رجعوا لي. شو برافو باللغه الجورجيه؟ ملابس. انا رح ارجع على البلد اليوم المساء. جوازات السفر بكره الصبح بتكون معك. طيب وين رح نستلمون؟ ما فينا نروح لهنيك؟ بكرة بعد الظهر بباطم. إيه. شكراً. أهلين إدريس، أهلين. انزل. مين انت؟ تعا تعا. شو بدكم مني؟ من وين انت ولا؟ انت جورجي؟ فهمان اللي عم اقوله؟ لا تتغابى، عم تفهم علي ولا لا؟ احكي عم اهلك مشان افهم عليك. وهاي اللغة بتفهمها شي؟ ييت، تعال لشوف لحضن البابا. تعال يا سبع. نشيب، تفعلوا مصرياته لنيجو. الله معك. نفس، اركبي بالسيارة يلا. بما أنه وصلنا على جورجيا
منقضي شهر العسل يلي قلنا 8 سنين مأجلينه. هلأ ما ضل في مشاكل أو ناس واقفين بيناتنا بنوب. مويت؟ يلا. نفس. هلا الإنسان قديش ممكن يقدر إنه يحبس النفس تبعه تحت المي حياتي؟ بس دقيقة. برأيي طائر بيقدر يحبسه لدقيقتين أو أكتر. يعني اللي بدي أقوله، طاهر قبل ما يموت لدقيقتين كاملين هو رح يكون عم بيتذكر الأشياء البشعة اللي عملها فينا. انت شو اللي عم تقوله يا حقير؟ اتفشيه على البحر. لا اتفشيه على البحر. يلا. لا نفس، قلت لك ما عندي شي لحتى اخسره. بحرق السفينة كلها، بحرقك انت وولادك. اختاري هلا، يا اما طاهر يا ولادك نفس. مو بإيدي أسفة، مو بإيدي. طبيعي تختاري ولادنا. تفشي يلا لشوف، تفشي على البحر يلا بسرعة. نفس تفشي فورا. بما أنه راح البلوى اللي كان مفرق بيننا، صار فينا نحكي براحتنا. ما اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.